أن نتعلم من عيسى عليه السلام كيف نحصل على السلام الروحي والسلام الاجتماعي والسلام في كل للناس كافة للعالم كافة، كما أننا نعيش مع رسول الله صلى الله عليه وآله الذي جعل بوحي من الله تحية الإسلام السلام، والتي هي تحية أهل الجنة: سلام عليكم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. أن نعيش السلام، أن نتحاور فيما اختلفنا فيه، أن نتفاهم فيما افترقنا حوله، أن يعيش الإنسان إنسانيته في إنسانية الآخر، أن نبحث عن كلمة السواء، أن لا ننطلق في دعوات الطائفية التي تثير الغرائز، ولكن أن ننطلق في دعوات المحبة التي تفتح قلب الإنسان على الإنسان لينفتح عقل الإنسان على الإنسان. وعلينا أيها الأحبة أن نعرف كل واقعنا، فلا نسقط أمام الكثير من وسائل الإعلام التي تحاول أن تصور ما يحدث في العالم من صراع، أنه صراع بين الإسلام والمسيحية، إن أمريكا ليست المسيحية، إن الغرب ليس المسيحية. ولذلك فإن القضية ليست صراع الإسلام مع المسيحية، ولكن صراع الإسلام والمسلمين والمستضعفين مع في العالم مع المستكبرين، وفي المسلمين مستكبرون، وفي المسيحيين مستكبرون، وفي اليهود مستكبرون، وفي الملحدين مستكبرون. لذلك أيها الأحبة، تعالوا لنقل لكل أهل الكتاب، ولا سيما أننا في وطن واحد نحتاج إلى أن نبنيه معا ونعمره معا ونطوره معا ونمنحه المحبة معا. لذلك علينا أن نبعد الحقد من قلوبنا لنزرع المحبة فيه. الله محبة، والله أرادنا أن نعيش المحبة والخير في كل حياتنا. وقد قال علي عليه السلام: احصد الشر من صدر غيرك بقلعه من صدرك.